فكرة فيديو النهاردة مبنية على قناة بدون أظهور وبدون التعليق الصوتي، وهذه القناة مكونة من كلمتين ماجنت وولد، وده معناه إيه؟ معناه العالم المغناطيسي، زي ما هشوف هنا قناة معاكم باللغة العربية اسمها العالم المغناطيسي. يعني الفكرة موجودة عند العرب؟ لا، ده يعني اصبروا عليا لأن هنشوف العجب كمان شوية. بركاته ماجنت وولد والعالم المغناطيسي. زي ما انتم شايفين هنا انا اختلط علي الامر، لقيت لما كتبت هاتين الكلمتين واخترت من هنا من الفلترة فلترز اخترت تشانل، لقيت ان هناك مجموعة كبيرة من هذه القنوات اللي بتحمل نفس الاسم، لكن الكارثة الكبرى ان تقريبا كل هذه القنوات ما هي الا نسخ من هذه القناة الرئيسية. اول قناة اتعملت تحمل هذه الفكرة، ذلك لما نرى ان هذه القناة عدد المشتركين فيها تخطى 10 مليون لا نتعجب، لكن اللافت للنظر ان هناك قناة اخرى فيها اكتر من 1000 فيديو لكن بنفس الشكل، يعني هي حتى هي الصورة هي مسروقة. يا الله يا جماعة، من غشنا فليس منا. الدرس المستفاد من هذه الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، انك لو هتعتمد على الغش والتدليس والنسخ، لا انت انسان فاشل ومش هتنجح. وللأسف هذه القناة العربية ما هي الا للأسف نسخ للقناة الناجحة. صاحب هذه القناة انسان دماغه للأسف دماغ فاشلة، من سنة تقريبا قال يلا انا هاخد الفيديوهات وهعمل العناوين بالعربي، والاكيد هتضرب معايا زي ما القناة الرئيسية ضربت معاها وعملة ارقام خزعبلية. لان لو جينا على هذه القناة الرئيسية وجينا على اخر فيديو اللي اتعمل امبارح 12 فبراير ووقفت الفيديو هنا، انا بس حابب اشوف دي فكرة الفيديو، يعني لو حابين تعرفوا بتتكلم عن ايه، وجيت هنا هلاقي ان الارقام تخض. الارقام هو بيقول لي هنا الربح بتاعها ما بين 8000.7 الى 138000. اضغط هنا واروح على سوشيال بليد، هلاقي ان القناة قديمة، قناة من 2007. هذه القناة في الشهر 32 مليون مشاهدة، بالمينيمم بنتكلم عن 60000 دولار في الشهر. ومرة اخرى اذكركم ان هذه القناة بدون اظهور وبدون التعليق الصوتي. اما صاحب هذه القناة للأسف اللي يعني حبي يغش الفكرة وياخد الفيديوهات ويحطها، ما فيش. خدوا بالكم هنا الفيديو اللي هو حاطه من سنة 32 مشاهدة، بصوا ده، شوفوا الفضيحة، من سنة 4 مشاهدات. ليه؟ لان خوارزمية اليوتيوب ما بترشحش هذه الفيديوهات المكررة، وكمان بتعمل حاجة مهمة جدا، بتبعت ايميل لصاحب القناة الاصلية وبتقول له فلان غاشش منك، بتقول له ان في قناة سرقة منك فيديوهاتك، يقدر تعمل كليم علشان ياخد سترايك، وتلات سترايكس من الفيديوهات اللي قدامكم دي على طول القناة دي تتقفل، لكن صاحب القناة الرئيسية كبر دماغه. اما هذه القناة اللي برضو تحمل نفس الاسم برضو سارق نفس الفيديوهات، هو عمل لها داونلود وبعد كده رفعها مرة اخرى. مسكين يعني، بصوا من 3 شهور سرق الفيديو ده، بصوا معايا هنا نو فيوز، يعني مفيش مخلوق فتح هذا الفيديو ولا هذا الفيديو، الفيديو ده مشاهدتين فقط لا غير، الفيديو ده نو فيوز نو فيوز نو فيوز نو فيوز. زي ما انتم شايفين يعني السرقة يعني حاجة، غير ان هي عار على صاحب هذه القناة اللي هو للأسف حط مجهوده الكبير، حط ده رفع على فكرة يا جماعة تقريبا كل فيديوهات القناة التانية، رفعها هنا وللأسف نو فيوز. طب انت ليه حطيت كل المجهود ده في شيء فاشل؟ يعني خلونا بقى نرتب افكارنا. عندنا دلوقتي فكرة خارج الصندوق لحد بيشتغل على فكرة اللي هي الايه ماجنت وولد، اللي هي الحاجات اللي هي المغناطيسية، على فكرة بتتباع على امازون وعلى المواقع الشبيهة، ممكن تلاقيها على ارض الواقع، ممكن تروح محل على لعب وكده وتلاقي فيه هذا المغناطيس. علي لما كان عنده 3-4 سنين كنت بشتريه له ده على طول، يعني من amazon.com. المهم الفكرة موجودة. طب حد هيقول لي دلوقتي افرض انا جبت اللي هو المغناطيس ده وحبيت اطبق نفس الفكرة، لو انت اللي هتشتغل بايدك وهتعمل محتوى خاص بيك ده اليوتيوب هيرشحه لان ده خاص بيك، لان دي حاجة مختلفة. لكن لو هتاخد ده اللي مكتوب هنا بالعلامة المائية ماجنت وولد، الراجل التاني سرق الحاجة بالعلامة المائية، حاجة فضيحة يعني. لكن لو هتعمل نفس الشيء لا، يبقى انت كده مفيش اي اختلاف، ما ينفعش. النقطة التانية، كن فريدا يعني بي يونيك، تفرد، اعمل حاجة بدماغك انت
ولا تكن مثل الغوغاء، وان انت تجري وتروح وتاخد الحاجة عشان لمجرد انها نجحت تاخدها وتضعها على قناة خاصة بيك وتقول هي انا بقى هجني الارباح. هذه القناة وصمة عار وفضيحة على صاحبها، وهذه القناة ايضا وصمة عار ومصيبة وفضيحة على صاحبها. من غشنا فليس منا. القناة دي نجحت لأن صاحبها إنسان مخلص مع نفسه، محترم، عمل حاجة خاصة بيه هو، علشان كده نجحت. لذلك أنا في هذا الفيديو بستعرض لكم فكرة ناجحة، أذكر نفسي وإياكم إن من غشنا فليس منا، أعمل حاجة خاصة بي علشان أنجح وربنا يكرمني، ولا أعتمد أبدا على نسخ أشياء ليس لها علاقة بي. ده اللي أنا حابب أقوله في هذا الفيديو. نطلع من هذا الفيديو بهذه الفكرة وهذا الدرس المستفاد. فكرة جميلة رائعة، 10 مليون متابع وما شاء الله على الأرباح. وده اللي أنا حبيت أقوله لكم في هذا الفيديو. أني بقى بفيد أي كيو، إن أنا لما كتبت له هنا ماجنت وولد زي ما أنتم شايفين، قال لي هذه العبارة المفتاحية فيري هاي. وهنا على اليمين بيجيب لي تريندنج، جاب لي 3 من التريندنج من نفس القناة، 1 2 3 ماجنت وولد، ماجنت وولد، وهنا أيضا نفس الشيء. هذه القناة لهذه السيدة المجنونة، وهذه القناة الواحد بيحب الجيمز مدخل الماجنت في الموضوع، عشان كده جابهم لي على طول تريندينج. قدروا تتبعوا نفس الاستراتيجية عشان تعرفوا الافكار بتيجي ازاي، والذي العبارات المفتاحية هتوديك على نفس القناة ولكن فيري هاي زي ما انتم شايفين. احنا بقى كعرب لو حد عنده القدرة المالية ان هو يشتري المغناطيس ده ويعمل حاجة خاصة بيه هو، انا احب ابشره انها ان شاء الله الفكرة تنجح، لانها تقريبا غير موجودة بنفس الاستراتيجية اللي احنا شفناها دي في العالم العربي. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.